شوية على النصوص التشريعية، تكلمنا على المؤسسات الصحفية، وتكلمنا أوسي على دور الصحفي في المجال، واللي تقريبا كل شيء كان متفق عليه هو ما كاينش فرق بين الصحفية وبين الصحفي، يعني المجال كيبقى مفتوح لهم جوج، وهذا المجال هو كنقولوا صعيب، واللي زاد صعبوا هو المؤسسات للأسف الصحفية اللي دابا ماشي مهيكلة، واللي زاد من الضعف ديالها هو الكوفيد. ولحد الآن كنقلبوا على واحد النموذج اقتصادي اللي يمكن له يخرج المؤسسة الصحفية من هاد الضعف ومن هاد باش تقدم القدام. وبما أن كانت هنا وزارة الثقافة كانوا الناس اللي هما في الميدان كانوا كيلكو ريكومونداسيون اللي كيعرفوا بالمجال، اولا اللي كيعترفوا بانه كيمر بشي اوقات صعبه، وانهم ايضا غادي يواكبوا هذا التطور، وخصوصا من ناحيه التكوين الصحفي في جميع المجالات، ماشي غير في الكتابه، في التقني، في الروبورتاجات، في السيناريوهات. تمثلات المراه في الفضاء الاعلامي بكل مشاربه، صحافه مكتوبه، سمعي بصري، سينما، دراما، هو له راهنيه، وربما حان الوقت باش اننا بدينا كنقطفوا ثمار ديال عمل مسار طويل من المرافعه، من القوه الاقتراحيه للهيئات المهنيه، للجمعيات الصحفيات، عمل كبير ايضا على مستوى التاطير المؤسساتي لقضيه تموقع المراه داخل الاعلام. اكيد ان المعيقات لا زالت مستمره، ولكن هناك نقاش جاد، وهناك نتائج ملموسة في ربما قد يلاحظها المشاهد المغربي في الإشهار. من كان يظن يوما بأننا سنرى الرجل يتعاطى لأعمال منزلية، اليوم أصبح ممكن أننا هناك ربما شعارات حول نتعاونوا على الشقاء في الإعلام المغربي الذي كان يهين المرأة من خلال حصرها في أدوار كلاسيكية تقليدية. أنا أحب أن أكون دائما متفائلة وأن أقول أننا اليوم نجني نتائج نضالية ترافعية من المجتمع المدني، الجمعيات النسائية، وأيضا من القطاعات الحكومية اللي اشتغلت على نصوص واشتغلت على قوانين. يبقى الرهان الكبير اليوم هو بالنسبة للصحفية الإعلامية اللي احنا كنعرفوا بأن هناك رقم مؤرق ديال 30% من الجسم الصحفي اللي هو فقط نساء، بينما منين ربما في التكوين كنلقاو بان هذا الرقم اكبر بكثير. ونتساءل لماذا لم تعد مهنه الصحافه مغريه للمراه الصحفيه، ربما لانها لم تنصفها في مراكز القرار. وقد نتدارك الامر بالرقم الذي ربما له سعه صدر اكبر الاعتراف بجدارة وحنكة وقدرة المرأة الصحفية كصانعة مضامين إعلامية راقية. إعلامي الموصول بقضية المرأة هو سؤال ممتد، وطبعا لن نقول أبدا أن مدة صلاحيته انتهت، لأنه هو مطلب ملح وعاجل، طالما أن هناك إلى حدود الآن نعيش المفارقة الغريبة، وهي ترسنة قانونية فيها دينامية وبنودها تصر وتلح على إنصاف المرأة إعلاميا، لكن على أرض الواقع أبعد ما يكون. فلهذا سيظل ترافعنا عن هذا الحق في الإنصاف الإعلامي مطروحا وغير قابل طبعا للتوقف، إن على مستوى اتخاذها المناصب القرار، إلا على مستوى تمثيليتها كنسبة فاعلة، إن على مستوى نسبتها كمصادر أيضا للمعلومة، وأيضا على مستوى حقوقها المهنية. فطبعا هذا موضوع مهم، والوزارة الوصية على القطاع مشكورة بكونها خصصت هذه المائدة الحوارية للحديث عن صيغ وكيفية تجويد وطبعا الارتقاء بمكانة المرأة إعلاميا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.